أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: في الله شك فاطر السماوات والأرض. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، عندما فتح الإنسان عينيه لأول مرة وجد تحته أرضا مدحية صالحة للبناء بما فيها من الصلابة، وصالحة للزراعة بما فيها من الرخاوة، ووجد في أعماقه ما يدفعه إلى أن يبني لنفسه دارا يسكنها تقيها الحر والبرد، ووجد الأرض صالحة للزراعة فأخذ يزرع ويفلح، يبني كما يريد ويزرع كما يشاء. ووجد فوقه سماء مبنية فيها شمس تنير نهاره، وفيها قمر يزين له ليله، كما وجد نجوما كثيرة ترمش له في ظلمة الليل، ورأى حوله حيوانات وطيور، كما وجد هنالك بحارا وأنهارا والجبال. وكأنه فهم ما حوله أن كل هذا مخلوق له، وأن باستطاعته أن يصيد الحيوانات ويذبحها ويأكل من لحمها، كما وجد أن الفواكه الموجودة في الأشجار بعضها تصلح له، فهو أخذها وأكلها واستفاد منها. أي أنه وجد حوله كل ما يحتاج إليه لمعيشته وسعادته، فتساءل: من صنع كل ذلك له؟ تساءل عمن يملك كل ذلك، لأنه كان يعرف أنه ليس هو الذي صنع ما صنع، كان موجودا قبله، وكان يعرف أنه لا يملك للجبال ولا البحار ولا الأنهار ولا الأشجار ولا الحيوانات ولا الطيور. وتساءل أيضا عمن يدير هذا الكون، حيث يتعاقب الليل والنهار عليه، وكذلك الفصول الأربعة. وعندما نظر إلى نفسه رأى فيها آثار الحكمة وآثار القدرة وآثار القوة، فتساءل عمن خلقه وعمن صنعه وعمن أعطاه الوعي وعمن أودع فيه من العلم والعقل والإرادة بمقدار أن يدير أمر نفسه وأمر معيشته. ولما رجع إلى وجدانه وضميره سمع ضميره يقول له بوضوح: إن لك ربا خلقك، وإن لك خالقا صنع لك ما صنع. فآمن بالله أكثر الناس، فكان الإيمان هو الأصل، وإن كان هنالك بعض الشذوذ من الناس الذين شكوا في وجود رب لهم، إلا أن الأكثرية من البشر منذ السابق والآن هم من المؤمنين برب ما، من الذين استجابوا لنداء الفطرة ونداء الضمير ونداء العقل بأنه لا يمكن أن يكون هنالك بناء من دون باني، ولا مصنوع من دون صانع. نعم، كما قلنا هنالك من كفر بوجود الخالق، وهكذا انقسم الناس منذ البدء إلى قسمين: منهم من آمن بربه فزاده الله هدى، ومنهم من كفر بربه فأضله الله
وازداد ضياعا وضلالا في هذه الحياة. وإذا كان إيمان المؤمنين قائما على أدلة وبراهين على ما يجدونه من آيات ربهم في الكون وآيات ربهم وآيات حكمته وعلمه وقدرته ووجوده في أنفسهم، إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمؤمنين فإن الملحدين لا يجدون دليلا على كفرهم إلا مجرد التشكيك. وفي الحقيقة فإن استطاعة أي فرد أن ينكر وجود أي شيء، لكن إنكاره لوجود الأشياء لا يعني أن هذه الأشياء غير موجودة. لو أن طفلا ما في ظلام الليل أنكر وجود الشمس لأنه لا يراها، فهل أن الشمس تتبخر لأن هذا الطفل ينكر وجودها مثلا؟ لو أن أحدا أنكر وجود الميكروبات والفيروسات، أنكر وجود الخلايا في جسمه، أنكر وجود العظام مثلا، أنكر كل ما هو موجود في هذا الكون في الحياة في نفسه، فهل الإنكار يعني أن هذه الأشياء غير موجودة مثلا؟ التشكيك أمر ممكن بالنسبة إلى أي شيء، يمكن أن تشكك في التاريخ، أن تشكك في وجود الأهرامات، في وجود من صنع الأهرامات، في وجود الفراعنة مثلا، أن تنكر وجود أجدادك، لكن هل أن التشكيك في وجود الأشياء التي هي موجودة سواء في التاريخ أو الآن، هل مجرد التشكيك يلغي وجودها مثلا؟ الذين شكوا في وجود الله عز وجل، هل يعني ذلك أن الله غير موجود لأنهم شككوا في وجوده؟ ولا شك أن فيما يرتبط بحقائق الحياة هنالك من يشكك فيها، بل أن هنالك من شكوا في وجود الوجود، قالوا كل ما نراه إنما هو خيال في خيال، يعني لا وجود للأشياء الخارجية إنما وجودها في خيالنا، ولكن لا وجود للجدار، لا وجود للسقف، لا وجود للشمس، لا للقمر، حتى أن الكلمة المعروفة التي قالها صاحبنا أنا أشك فإذا أنا موجود، شك في كل شيء حتى في وجود نفسه، ثم قال لنفسه من الذي يشك؟ إذن هنالك من يشك في وجود الأشياء، وما دام هنالك من يشك في الأشياء إذن له وجود، ولا من الذي يشك؟ الآن وأنت جالس وأنت تفكر وأنت تسمع، أنت موجود بدليل أنك تسمع، بدليل أنك تفكر، بدليل أنك ربما تقبل كلامي وربما ترفض كلامي، المهم أن هنالك من شك في وجود الوجود، في وجود الحياة، في وجود الأشجار والنباتات والحيوانات، وحتى في وجود الإنسان. كلامي هو مع أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة، لأن مجرد الإنكار لا يلغي الحقائق، مجرد التشكيك لا يلغي وجود الأشياء. الملحدون لا يجدون دليلا على إلحادهم إلا أن يقولوا من يقول، من يؤمن، وإلا التشكيك في الأمور وليس في الحقيقة دليل على أنه ليس هنالك رب، أنه ليس هنالك خالق، أنه ليس هنالك مالك، أنه ليس هنالك صانع، أن ما صنع إنما صنع بالصدفة مثلا. كلامنا ليس مع أولئك الذين يكابرون ويتكبرون عن قبول الحقائق، كلامنا مع أولئك الذين إذا وجدوا الدليل يميلون إليه ويقبلون الحقائق.
به ويحكمون ضمائرهم وعقولهم وفطرتهم، ومن ثم لا يكابرون في المسائل. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.